أهلا بيكم في قراءة اختر كارت. هنعمل دلوقتي اختر كارت رسالة من حبيبك، هنشوف هو عايز يقول لك ايه، وكمان هناخد لك نصيحة عاطفية من ملائكة الحب، نصيحة تخص حياتكم العاطفية لتطويرها. انا هستخدم كروت واحدة، فهوزع دلوقتي الكروت بسرعة وبعدين نبتدي القراءة على طول ان شاء الله. فثواني هوزع الكروت ونرجع علشان نحط الاختيارات. تمام، احنا كده معانا 3 اختيارات. اول مجموعة هيكون الحجر البني، المجموعة التانية الحجر الابيض، تالت مجموعة الحجر العسلي. ركزوا طاقتكم واختاروا. اللي منكم حابب حروف هحط لكم برضو حروف في اول تعليق مع التوقيت، هتكون حروف الشريك أو حروف الشخص اللي هتحطوا نيتكم عليه. ممكن تختاروا مجموعة لشخص معين في دماغكم، أكتر من مجموعة لأكتر من شخص، حابين تختارهم كلهم وتاخدوا منهم اللي ينفع معاكم ينفع برضو، علشان في ناس بتسأل السؤال ده في التعليقات. عادي جدا إنك تختار أكتر من مجموعة أو تختارهم كلهم كمان وتاخد منهم اللي يمشي مع حياتك، لأن دي برضو قراءة عامة. والله ممكن لبعضكم برضو تنطبق 100%، ولكن يعني خد منها فقط اللي ينطبق على حياتك يعني. فأنا أعتقد إن انتوا كده اخترتوا، وخلينا نبدأ مع بعض بأول اختيار. الناس اللي اختارت الحجر البني والحروف اللي في أول تعليق، خلينا نشوف ايه الرسائل اللي ليكم. أول حاجة بيقول لك ما تقلقش، كل حاجة هتبقى تمام، مفيش اي داعي للقلق. هنا بيقول لك healing family issues، والطاقة الهيروفانت. تمام، اوكي. هو اولا يعني الاغلبكم العلاقة دي علاقة زواج، يمكن في ما بينكم طلاق او انفصال بدون طلاق، المهم ان دي علاقة رسمية الاهل عارفين بيها. لبعضكم الاهل مش موافقين او واقفين عقبه ما بينكم في الزواج ده. للبعض الاخر ممكن يكون في ما بينكم اختلاف اديان او اختلاف بلدان، وعلشان كده في مشاكل مع الاهل، اهلك او اهله في حد مش موافق على الزواج ده بسبب مثلا اختلاف بلدان، اختلاف عائلات، اختلاف طبقي، ايا كان ايه نوع الاختلاف. يعني لبعضكم كمان ممكن يكون الزواج تم وفي اطفال وكل حاجه، لكن برضو الاهل عاملين مشاكل او مثلا رافضين ان العلاقة دي تعود. يعني انا بشوف ان الاهل ليهم سيطرة في العلاقة دي، سواء اهلك او اهله. المهم الملائكة بتقولك ما تقلقش وان كل حاجة هتبقى تمام، وان شاء الله يعني المشكلات دي هتتحل. اهم حاجة ان انت حاول انك تعمل تسامح. يعني رسالة الشخص ده ليك بيقولك ان هو متعلق بيك بشكل كبير، انه مش عارف ينساك، مش عارف انه يبطل تفكير فيك، ومفتقدك بشكل كبير، وحاسس بوحدة وبغربة شديدة في بعدك. والسكس اوف كابس هنا ان هو عنده حنين واشتياق اليك بشكل كبير على الرغم من ابتعادكم. فهو بيقولك انا مشتاق لك قوي وانا قاعد لوحدي ومقدرش ان انا اكون مع حد غيرك او في علاقة غيرك، مهما قابلت مليون حد مش هعرف افكر غير فيك انت، ومفيش حد مميز ولا حد يمل عيني غيرك انت. فان شاء الله الامور تتصلح ما بينكم وتجتمعوا مع بعض في خير يعني ان شاء الله. هنا في برج الثور، برج العذراء والسرطان، طاقات ترابية ومائية فقط، بس برضو مش ضروري ما تلتزموش قوي بالأبراج والطاقات. فاللي منكم حابب انه يكمل القراءة دي بقراءة خاصة، تقدروا ان انتوا تبعتوا على الواتساب، هتلاقوا وسائل التواصل موجودة في صندوق الوصف. وخلينا نروح للاختيار اللي بعد كده.
الناس اللي اختارت الحجر الأبيض. خلينا نشوف. أوكي، إيه الرسالة اللي ليكم؟ بيقول لك الموقف هيتحسن، تعلق مرضي، وكرت الطاقة الجاستس. تمام، يعني برضو انفصال، ويمكن انفصال أسوأ كمان من المجموعة الأولى، لأن انتوا هنا يعني الشريك ده في طاقة التاور، في طاقة البرج المنهار. أعتقد على فكرة إنه أنت اللي قطعت مع الشخص ده وأنت اللي سبته، يمكن لبعضكم بسبب إنك اكتشفت إنه في علاقة ثلاثية أو في حاجة تالتة واقفة ما بينكم، يعني اختلاف مادي، أهل، اختلاف دين. هو خبى عليك حاجة أو خدعك في شيء وكذب عليك، سواء بقى كذب عليك كان قاصد أو كذب عليك حبا فيك، أيا كان انت حسيت انه خدعك في شيء، وعلشان كده انت اللي قطعت معاه. ولكن على الرغم من ذلك انت مش عارف تنساه، وعندك تعلق مرضي تجاهه، مش عارف انك تبطل تفكير فيه. فالشخص ده بيقول لك انا كمان حاسس ان انت توأم الروح او توأم الشعلة بتاعي، حاسس ان انت قدري، حاسس ان في لينك معين او شيء غريب بيني وبينك، حاسس بتواصل قوي بيربطني بيك. انا مش قادر افهم ايه التواصل ده، لكن انا حاسه قوي، وانا حاسس بالانهيار من بعدك. صحيح الحاجة التالتة دي، سواء شخص، عمل، اي حاجة اللي انا كذبت عليك فيها دي، انا مش هعرف ان انا اتخلص منها دلوقتي، لكن في نفس الوقت انا برضو مش عارف ابطل تفكير فيك ومش عارف انساك. فاتمنى انك تتقبل الوضع ده وإنك تسامحني لو قدرت. دي الرسالة اللي منه. على كل حال الملائكة بتقولك إن الموقف هيتحسن وكل حاجة هتبقى تمام، ولكن حاول إنك تتخلص من تعلقك المرضي بهذا الشخص، لأن أنت عندك تعلق مرضي تجاهه. في هنا برج العقرب، برج الميزان مرتين، برج الحوت، طاقات ترابية بس، والكروت كلها على فكرة ميجور أركانا، فده معناه إن القراءة دي قوية جدا يعني. فاكتبوا لنا في التعليقات إيه القصة، واللي منكم حابب إنه يكمل القراءة دي بقراءة خاصة تقدروا إن أنتوا تبعتوا على الواتساب، هتلاقوا وسائل التواصل موجودة في صندوق الوصف. وخلونا نروح للمجموعة اللي بعد كده. الناس اللي اختارت الحجر العسلي، رومانس، this could be the one، queen of pentacles. تمام، اوكي. شوية انت شايف نفسك على فكرة على الشخص ده، العلاقة دي ممكن تكون علاقة توأم روح، توأم شعلة. انت يعني بتحب الشخص ده جدا وشايفه شخص مناسب ليك، لكن يمكن شوية حاسس انه بيعاملك بطريقة غير لائقة، او مش مهتم بيك بالقدر الكافي او بالقدر اللي انت محتاج ان هو يهتم بيك. فانت يمكن عندك شكوك في انه في طرف تالت او مشغول مع حاجة تانية غيرك، ف يمكن شوية انت تقلت على الشخص ده، واخد منه جنب، بتعمل مثلا صمت عقابي عليه علشان عايزه ان هو يهتم بيك اكتر. فالكروت بتقول لك انه بالفعل انت قابلت شريك حياتك الرومانسي، ولو انت بتسأل ده توأم الروح بتاعك ولا لا، تأكد انه ايوه هو ده توأم الروح بتاعك، وانه انت قابلت الشخص ده بالفعل. الشخص ده بيقول لك انا زعلان جدا من ان انت واخد مني موقف، وانه انت ما بتعاملنيش بنفس الطريقة بتاعت زمان، فانا مش عايز اخسرك، انا بحبك جدا، لكن متردد اذا كنت اقرب لك ولا لا، لان انا مش عارف يعني هل انت مثلا بطلت تحبني، هل انت دخلت في علاقة جديدة. هو مش قادر يحدد حقيقة مشاعرك ايه، ومش قادر يفهم سبب الصمت العقابي بتاعك ايه.
فبيقول لك انا مش حابب ان انا اختارك، وانا عايز فرصة تانية في العلاقة، وعايز اعمل لك اللي انت عايزه. فانا بشوفه متفاهم معاك جدا، ويعني حاول انك تواجهه وتتكلم معاه صراحة، تقول له انت محتاج ايه، هو هيفهم اللي انت محتاجه وهيقدره وهيعمله لك. يعني هو عايز يعمل لك اللي انت عايزه، ولكن هو مش فاهم يعني. فحاول تكلمه بشكل دايركت بدون صمت عقابي بدون اي شيء، مفيش افضل من المواجهة يعني. فاهمين قصدي؟ القراءة هنا ما فيهاش غير برج الحمل وبرج الميزان بس. في طاقات هوائية كتير ونارية وترابية، ما فيش مائية، وبرضو مش ضروري يعني، ما تلتزموش قوي بالأبراج والطاقات. فاللي منكم حابب انه يكمل القراءة دي بقراءة خاصة، تقدروا ان انتوا تبعتوا على الواتساب، هتلاقوا وسائل التواصل موجودة في صندوق الوصف. بشكركم كلكم على حسن المشاهدة، وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق. مع السلامة.